السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولادي وبناتي ولاد بريب 2. اهلا وسهلا بكم في الفاينل ريفيجن والنقط الاساسية اللي خدتها من كتاب المعاصر فاينل ريفيجن عشان ان شاء الله الامتحان بكرة. تمام. الجزء ده او اللي انا عملته هنا او اللي احنا هنحطه هنا عبارة عن مجموعة من الصفحات وفي معلم على نقط معينة من الحاجات اللي تكررت كتير اسئلتها كاتشوز وحطت لكم النماذج بتاعتها سواء محلولة او غير محلولة. عندنا مثلا في الصفح في بيجي 89 انا خدت الديفينيشن بتاع الاتوميك نمبر، البيكوميتر، الالكترونيجاتيفيتي، البولر كومباوند، والميتالايت، والبيزك اوكسايد، والاسيتيك اوكسايد كمان في البيج اللي بعدها، الكيميكال اكتيفيتي سيريز، الهيدروجين بوند، الووتر بلوشن. واحد هيقول لي يا مستر بس الكلام ده مش هيجي ساينتفك تيرم، هقول له ممكن يجي لك الديفينيشن ويقول لك تشوز ده اتوميك نمبر ولا ميتالز ولا ميتالويدز ولا بولر كومباوند، وانت هتختار على حسب الديفينيشن اللي هو جايبه لك. برضو بالنسبة للجزء بتاع الامبورتنت لو واللي أقصده هنا برضو نفس الكلام، ان البيد نمبر هو النمبر في انرجي ليفل، او ان الجروب نمبر بتعرف من النمبر في الكترونز ان اوتر موست انرجي ليفل. وكمان البروبلم دي عشان لو جي قالك مين اللي دول عنده في الام ليفل 8 الكترون او 6 الكترون او الكلام ده، وبالتالي وارد قوي ان يجي لك حاجة زي كده عشان توزع الالكترونز وتشوف هو مين فيهم الاليمنت اللي يقصده. برضو نفس الكلام مين فيهم اللي موجود في جروب 2 او في جروب 3A، في بيريود 3، في الجروب 0، واللي هتلاقيه موجود عندك في بيجي 91. برضو بالنسبة للفوليوم اوف هيدروجين والفوليوم اوف اكسجين، واحنا عارفين ان ده الهيدروجين دبل الاكسجين، فاركز قوي برضو في السؤال بتاعي على اساس نشوف ايه الحاجة ايه اللي هو الجهاز اللي جابه لي، وهعمل باي 2 ولا هعمل ديفايدد 2. اليوزز بتاعنا يا جماعة، اليوزز بتاع الاليمنتس زي ليكويد صوديوم، زي راديو اكتف كوبالت 60، زي السيليكون سلايدز او كميتالويد، زي ليكويد نيتروجين ان بريزرفيشن اوف كورونيا اي، او الهوفمان فولتميتر، وبرده نفس الفكره. طيب الرولز بتاعت الساينتست، انا اخترت طبعا في حاجات زي بور ديسكفر المين انرجي ليفل. طب لو قال لي سب ليفلز، السب ليفلز يبقى هرجع لمين؟ لموزلي برضو، لان بيجي برضو ك تشوز ومين اللي قام بالرول دي. طبعا الصفحه اللي قدامنا دي اللي فيها سواء الارقام الامبورتنت نمبرز او الرياكشن ويز ووتر بعض الاليمنتس او حتى بعض الكيميكال ايكويشنز، واللي دايما بيسال على الجاز اللي هو الهيدروجين اللي ايفولفد او اللي نتج من الرياكشن. وهتلاقي موضوع الهيدروجين ده في الايكويشن 1 وفي الايكويشن 7 وفي ايكويشن 8. تمام. وهتلاقيه مع الاكسجين طالع في الهيدروليسيس فوتر في اخر ايكويشن معانا. برضو اخلي بالي قوي من النون ميتالز اللي الكونكلوجن دي اكسبيرمنتال الداتا في ال مثلا الكريستال بي ار او البي ار ريبليسيفايد، واحنا عارفين ان يوزنج هوفمان ميتال يعني هو تعرف ان الهيدروجين ايفولف بينما السترونج والاكسجين هو الاتانود، وزي ما اتفقنا ان الريشيو ما بين الهيدروجين والاكسجين كان 2:1، وان الايكويشن 2H2O الكتروليسيس 2H2 بلس O2. تمام. طيب نعرف برضو ان الانود هو البوستيف والكاثود هو النيجاتيف. في نفس الليسون في الاول خالص كان بيقول لك الاستراكشر اوف ووتر، لو قال لي ووتر مولكيول يبقى عندي تو سنجل كوفالنت بوند والانجل ما بينهم 104.5 عشان لو جابها لي كاتشوز. برضو ان لو قال لي بقى ووتر مولكيولز زي اخر سطرين كده عندك، يبقى انا بتكلم على الهيدروجين بوند اللي لينكد بتوين ذم. تعالوا نشوف يونت